وجبة مكرونة بالخضار والفاصوليا. معانا كوبايتين مكرونة مقصوصة ومستوية ومتقلبة في معلقة زيت علشان ما تشفطش أي حاجة معانا. معانا كوباية فاصوليا حمرا مستوية. معانا خضار مشكل مشوي ومقطع صغير. خلاص دي الوجبة اللي هي اللي جاية معانا دلوقتي. زي ما احنا شايفين ما فيهاش اي لحوم، للناس اللي فيجيتيريان او الناس اللي بتقلل برضو اللحوم سواء لأطفال او لكبار. نجيب علبة وناخد سمر. طيب خلاص هنحط اول حاجة طبعا المكرونة. انتوا ممكن تتبلوها، عايزين تعملوا لها صلصة حمراء، عايزين حت يعني ممكن مكان زيت الزيتون ممكن تحطوا حتة زبدة، بتبقى طعمها حلو قوي برضو. زبدة مهمة جدا للأطفال، يعني من الحاجات المهمة. لازم أهم حاجة بس المكرونة نكون مسويينها سوا، يعني ما يعليش سكر الدم، يبقى نص سوا، تبقى فيها قرش. وانتوا حطوا لها الصلصه اللي انتوا حابينها، ومعاها بقى خضار مشوي، بس نخلي بالنا ما يكونش محروق. مش عاجبني الخضار ده خالص. طيب ونحط بقى الفاصوليا الحمراء او فاصوليا بيضاء اللي انتوا ايه حابينه. هزود بس مكرونه هنا عشان تبان معانا انها موجوده في الوجبه دي. ده كده هنحط بقى هنا، انا عايزه الطبق يبقى ملون اكتر شويه، ممكن نحط بقى هنا شويه فلفل الوان مع المكرونه بالشكل ده، ونغطي بيها الخضار الغريب ده نحطه هنا. احنا كده خلصنا ثلاث وجبات.